السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى لكم إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا معايا غنقدم معكم هاد بسيطلات أو المسيمنات اللي كيجيو كي رائعين آه هنا آه دجاج لكي اللي كيبقى لينا الصدر ديالو أو لا شي حشوة من البسطيلة آه كان عمر بها المسيمنات أو البسيطلات اللي كيجيو كي رائعين آه هنا غدا بالمقادير بسم الله خديت كيلو العروب ديال الدقيق الأبيض وعندي زلافة ديال الفينو تقريبا ربعة عندي صاشية ديال الخميرة ديال سبعة غرام وهنا خديت جوج ديال البيضات غدا نأخذ البيض اللي غدا نديرو في العجين والصفر هو اللي نخليه باش غدا ندهنو مسيمنات أو لا كل واحد واش غادي يسميوهم ولكن الصراحة راه كيجيو رائعين آه غدا ندير شوية ديال الملحة ومعلقه ديال السكر سانده واللي باغي يعوض هاد المعلقه بالسكر سانده بالعسل راه ممكن كندير هنايا معلقه ونص ديال الخل وجوج معالق ديال الزيت وكنجمعوا العجين ديالنا بالماء اللي كيكون دافي آه دابا الجو كيف كنعرفوا بارد داكشي علاش كندير دافي اما في الصيف كنعجنوه بالماء عادي صافي كنجمع العجين ديالي وكندلكوها ضروري ما مزيان بالنسبه اللي غادي يخدمها في نفس الوقت انا صراحه كنتظن نخدمها في نفس الوقت داكشي اللي دلكته مزيان من الاول وبالنسبه اللي غادي يخليها واحد الوقت غادي ترتاح فيه راه كنجمع العجين حتى كتجمع لينا صافي وكنديروها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح راه كدلك راسها براسها خديت ثلاثه ديال البصلات اللي شلتهم في الهاشوار ودرت شويه ديال البزار شويه ديال الملحه شويه الخرقوم بلدي شويه ديال السكنجبير ودرت عود ديال القرفه وشويه ديال الزيت صافي وقليتها حتى تقلات لي ديك البصله وتشربت لي العطريه وزدت عليها كاس ديال الماء ونقصت عليها البوطو وخليتها كطيب على خاطرها صافي وغادي ندوز هنايا نقطع العجينه كويرات باش غادي نعمروهم بالحشوه اللي جايه عندنا انا كيف قلت لكم بانه كنشيط عندي الدجاج وما عنديش فيه ضميره لا والو صافي اضطريت باش نصوب ديك البصيله ونعسلها صافي كنخليها حتى كطيب ليا ديك البصله وغادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال القرفه وزدت عليها معلقه ديال السكر سنيده آه صافي خليتها حتى تعسلات ليا كيف غادي نوريكم ان شاء الله في الفيديو وعاد خديت داك الدجاج اللي كان عندي قلت لكم في الثلاجه كان بقى وقطعتو طريفات صغار ودرتو على ديك الضغميره مهم تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا المراحل صافي من بعد ما غادي نقطع العجينه كامله كويرات كنخليها ترتاح واحد دقيقه او جوج ديال الدقائق كترتاح هي شويه باش مني كنبداو نورقوا فيها ما كتقطعش لينا وهنا كيف كتشوفوا معايا العجينه باينه متلوكه وكتبان زوينه رطبه صافي هنايا كيف كتشوفوا راه ضروري ما كنغطيو العجين كيف قلت لكم باش ما كيديرش لنا ديك القشره اللي كتكون فوق من العجين وما كتساجيش زوينه كنبداو نكرصو فيها وكتبدا تقطع لينا اما الا غطيناها بحال هكا واخا تبقى راه كتبقى قد ما كترتاح قد ما كتعاوننا في في الخدمه صافي ذوبت شويه ديال الزبده وصافي هنايا كن ندهن بالزيت وكنبدا نكرص في العجين على هذا الشكل كيف كتشوفوا وهي الطريقه معروفه راه تبارك الله كل شيء ال... كيعرف يورق العجين ويدير مسمن عاد كيف كنقول لكم دائما كنشارك معكم صافي الوصفات ديالي وصافي هادشي اللي كاين هنايا ضروري ما كنورقوا العجين ديالنا مزيان باش كيجيو كي لنا منات او البسيطات كيجيونا كي مورقين راكم شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو صراحة كيجيو رائعين كيجيو مرقين وكيجيونا خفاف كنورقو مزيان صافي من بعد غادي ندير الزبدة صافي وكنبداو نتنيو في المسمنات ديالنا كيف كنديرو الطريقة ديال المسمن المهم الفيديو راه شارح نفسه صافي انا غادي ندوز باش نصاوب معكم هاد المسيمنات اللي بالحوت صراحه انا كنت هنا درت واحد البسطيله اللي اه الكبيرة تبارك الله ما شاء الله وجاتني عامره بزاف وبقات شيطه ليا الحشوه قلت صافي باش ما نضيعهاش وتبقى محطوطه ليا في الثلاجه مندير من ندير بها بحال هكا مسيمنات صافي خليت هنايا اه قسمتها جاوني فيها سبعه اه ديال الوحدات قسمتهم باش يجوني في العجين بحال بحال يجوني مقادين ما يجينيش شي كبير وشي صغير وكنزيد شويه ديال الفرماج اللي كيكون كي محكوك صافي وكنبدا نعمر به في هاد المسيملات ديالنا على هاد الشكل كيف كتشوفوا هنايا انا صراحه كدرت هاد الزليفه وبديت كنعمر فيها ولكن ما جاتني جاتني ماشي عمليه داكشي علاش وليت اضطريت كنبقى نخدم فوق الطبله من بعد عاد كنديرهم في هاد الزلافة وكنقرصهم شوية باش كياخدو كي لي دي الشكل ديال الزلافة وكيجيوني مضيرين صافي هنايا صراحة راه مكيجيو مع لا معجنين لا تا شي حاجة هانتوما كيف كتشوفو راه العجينة مورقة كيجيو زوينين نتمنىكم إن شاء الله تجربوهم وكيف شفتو معايا مكياخدوش وقت منا لي طويل راه الحشوة كيف قلت ليكم كانت عندنا موجودة على العجين داك الوقت اللي عجنت فيه صافي بديت كنصوب فيهم بحال هاد الشكل كيف كتشوفو صافي طيب هنا كنقلبهم مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نكملهم وندخلهم للفران اللي كيكون سخون مزيان وكنخليهم يطيبوا وكنكون شاعله عليهم عام تحت حتى كي كيتنفخوا ليا وكيتورقوا ليا عاد كنشعل عليهم يتحمروا على آه... الوجه ديالهم وضروري ما كندهنهم بالصفر ديال البيض ما كندخلهم للفران وهنايا من بعد ما كملت هاد المسيمنات او البسيطلات خديت داك صفا ديال البيض اللي زدت عليه شويه ديال الخل اللي باغي يزيد الحليب يزيدو راه ممكن درت انا شويه ديال الخل وخلطتهم صافي وبديت كندهن به بحال هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا صافي من بعد ما غادي ندهنهم ندخلهم الفران اللي كيكون سخون كيف قلت لكم هنايا هي غندوز بالصواب معاكم بصيطلات او المسيمنات الحلوين ديال الدجاج خديت هنا واحد الكاس ونص ديال اللوز اللي درته في المطيب وخليتو حتى طاب شويه عاد فسختو وقليتو وزدت عليه هنايا ساشي ديال زهره البرتقال وشويه ديال القرفه وكنطحنو كيف شفتو معايا وبالنسبه ما نطحنوش بزاف تيولينا بودره كيتهرمش لينا واحد شويه صافي وكنخليها على جنب وهنايا خديت ديك الضغميره اللي طيبنا ديال البصله زدت لي هذاك طريفات ديال الدجاج اللي قطعتهم طريفات ملي انا بديت كنحرك فيهم بالفرشيطه صافي وما بردتش ليا القلب وكنت شويه مزروبه صافي وخلطت بيديا نتوما ربع عارفين راه يديا راه نقيين وما عندي لا طفار لا والو راه كتشوفوا يديه هي اللي كتبرد القلب بصراحة <applause> ما كنش محسن من خدمة الإيد الله يحفظ لكل واحد هاي حتوي دياس اللي كاين صافي كنخلطها مزيان وزدت عليها داك اللوز انا عوض ما غادي ندير بحال الشكل ديال البسطيله ندير طبقه دجاج وطبقه اللوز خلطت اللوز كل شيء غادي يتخلط ومزروبه خلطت اللوز مع الدجاج صراحة وجاو رائعين نتمنىكم تجربوهم بهالطريقه ان شاء الله وتردوا عليا راه كيجيو زوينين وساهلين بغيا راه كيوجدو صافي كنعمر على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا او كنبدا نديرهم في هذه الزليفه كنحاول نقادهم باش كياخذوا كي لينا داك الشكل الدائري اللي كي كيجي زوين يجي المنظر ديالهم كيف شفتوا معايا راه زوين و... وساهل ايوا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نكملهم وسمحوا لقيت كان كنعاود معكم الهضره كنبقى نعاود فيها المهم سمحوا لي. والفيديو راه شارح نفسه أفلتهم من بعد ما كنكملهم كندير لهم تما الاصفر ديال البيض و كندخلهم تما الفراغ هنا هنايا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طاولنا نسيب نفسي او البسيطلات نتوما كيف كتشوفوا راه كيجيو مقرمشين كيجيو خفاف انا بالنسبه للتزيين كيبقى كل واحد وعلى حسب الاختيار ديالو انا هنا كان عندي شويه ديال الفرماج محكوك وشويه ديال هاد الكروفيت تزينت به ونرى كيف كيبقى كل واحد وعلى حسب الاختيار ديالو صافي وهادو اللي حلوين لي بالدجاج زي زينتهم بشويه ديال <سؤال> اللوز ايفيلي دهنتهم بشويه ديال <سؤال> العسل وزينتهم بشويه ديال اللوز ايفيلي اللي حمرته وزينت بها على هذا الشكل نص نزينو بحال هكا ونص ندير عليه سكر كلاصي وشويه ديال القرفه وهنايا يعني نقول لكم وصلت معكم نهاية ديال الفيديو نتمنى ان شاء الله الى هذا الفيديو ديال اليوم الله يجازيكم بخير ما تنساونيش من لايك ديالكم بارطاج القناه تعليق كتشجعني وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم